صرح معالي السيد أحمد بن إبراهيم المولى رئيس مجلس النواب أن ما تقدمه المملكة العربية السعودية الشقيقة من جهود مباركة في خدمة ضيوف الرحمن في مواسم الحج وما قامت به الحكومة السعودية من تقديم كافة التسهيلات للحجاج تؤكد المساعي الحميدة التي تقوم بها المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود في جعل بيت الله الحرام قبلة المسلمين منارة للهدى والتقوى بما تمثله شعيرة الحج من أهمية بالغة في شريعتنا الإسلامية باعتبارها الركن الخامس من أركان الإسلام الخمسة. كما شاد الملا بالمتابعة الحثيثة التي قام بها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد بالمملكة العربية السعودية الشقيقة وتوجيهاته لكافة الجهات والمختصين بتدليل كافة الصعاب التي تواجه حجاج بيت الله الحرام تدل على ما يذله سموه من جهود مباركة تعكس الأصالة والعراقة العربية والإسلامية التي تتحلى بها الأسرة المالكة السعودية حفظها الله. وقال رئيس مجلس النواب إن المملكة العربية السعودية بما تحمله من عمق استراتيجي قادرة بمشيئة الله تعالى على إدارة شؤون مواسم الحج وإنها بتوفيق من المولى العلي القدير ودعم القيادة السعودية حفظها الله نجحت في قيادة الأمتين العربية والإسلامية والدفاع عن القضايا العادلة في المنطقة. هذا وأكد الملا أن العالم أجمع لا يغفل الجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة العربية السعودية الشقيقة في تسهيل وتيسير شؤون ضيوف الرحمن وهم يؤدون شعيرة الحج موسما بعد موسم، منوها إلى ما تحظى به كافة الجهات والقوات الأمنية الخاصة بحفظ الأمن والاستقرار أثناء تأدية موسم الحج من أخلاق عالية حميدة وهما ما يتلمسه ضيوف الرحمن أثناء تأدية موسم الحج، وهو ليس بغريب على أبناء الشعب السعودي الشقيق الذي واصل مسيرته التنموية بكل جهد وإخلاص. كما أكد الملا على أن السلطة التشريعية في مملكة البحرين تقدر هذه الجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد الأمين سائلا المولى العلي القدير أن يحفظ المملكة العربية السعودية قيادة وشعبا ويحقق تطلعات الشعب السعودي نحو الرفعة والازدهار تحت قيادته الرشيدة.